هذا الكم من التغييرات، أي نعم كان في بعض علامة الاستفهام على بعض اللاعبين وعلى مستوى بعض اللاعبين، لكن المدرب محمد البعداني يبدأ بتشكيلة مغايرة. مصنوم جول، مصنوم جول، أحمرنا يتقدم، أحمرنا يسجل، لا يتأخر. عبد العزيز عند الدقيقة الخامسة يضع المنتخب في المقدمة، شبابنا يسجلون، مستقبلنا يبدأون، لا يتأخرون. 1-0 عن طريق عبد العزيز مصنوم، يضع الكرة في الشباك، انسل من بين المدافعين ليعلن الفرحة. ارفع العلم يا عزيزي، ارفع الفرحة، دامت لكم الفرحة. احمرنا يسجل، لاحظ الكرة، عبد العزيز انسل، عبد العزيز لوب، لعبها من فوق حارس المرمى ليسجل ويضع منتخبنا في المقدمة. 1-0، شبابنا يتقدمون مبكرا جدا، هدف مبكر ياتي كما أردنا.